السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادل من قناة Infinite Game، واليوم رجعنا لكم بلعبة أندر. اللي ما شاف نسخة تجريبية عن هذه اللعبة يضغط هنا، أما اليوم راح نلعب نسخة كاملة لهذه اللعبة. واللي ما عنده خلفية عن هذه اللعبة، أنت بتكون في سفينة غرقانة وهذه السفينة مسكونة بالأشباح. يس، فخلونا ما نطول بالكلام ونبدأ نخاف. طيب يا جماعة خلونا نضغط ستارت ونبدأ نلعب. انزين اوكي، شيء عاقة يا شباب، شيء عاقة. بداية بصراحة يعني مبشرة، بداية جميلة جدا. زين عقل، بالنسخة التجريبية ما كان كذا، البداية كان مختلفة شوية، ما نفس النسخة الكاملة. زين هذا ليش يشوف كذا؟ ليش ما كأنه يعني التصوير مضبب؟ سمعت مو قال ذاك؟ قال بلادي فول. اوكي خرب يا من بداية باعوني، لكن معلش والله راح انتقم، راح انتقم. هذا خليه يقوم او شيء. انزين قاعد تشوف الليت ليش؟ اوكي يوز مو اوكي دبليو اي اس دي. يا شباب انا العب بالكيبورد، اصلا هذا اللعبه ما يدعم الجهاز فلازم تلعب بالكيبورد. حلو، زين ليش يشوف كذا؟ ليش الاسم الدنيا مش واضحه؟ انا ما اشوف شيء يا اخي. هذا وش؟ اوكي هذا اها اوكي ووتر فلاش، وتا فلاش. هذا الشرب ها تو مره طيبه، تو مره اموره طيبه. هذا شكله كان اسمه داحنه من كذاك ما يشوف. انزين تو كيف امرنا؟ اختار امر كذا. اوكي على بالي ما اقدر امر، ما مشكله. خلينا نفتح البيبان، نبدا نفتح البيبان. هذا دليلنا نحن قاسين نلعب اسمه ذاك لعبه رعب. زين هذا غرفة ترى ما شاء الله نظيفة، لكن خلنا ناخذ هذا. اوكي شليناه، ما عرفنا وش فائدته ولكن شليناه، المهم ان احنا شليناه يعني. زين افتح الباب، اكيد ما يتفتح، لعبة رعب. خلنا نفتح هذا الباب. اوكي يتفتح، نايس. زين هذا وش؟ اها كبريت كالعادة، كبريت. هذا اللعبة ما شف فلاش لايت، في كبريت بس. اوكي هذا كان باب متسكر صح ولا كيف؟ اتوقع كان مسكر. لا تسكر الباب ارجوك يعني، خلي الباب مفتوح. انزين اوكي من ذيلة، هذيلة هم الجنود يعني. لحظة بغى سوزوم، ما ينفع. كيف سوزوم؟ ما ينفع. انزين شكلهم هم هذي الجنود اللي موجودين في هذه السفينة. كما قلت لكم في البداية اخواننا، هذه السفينة غرقانة ومسكونة وش بالاشباح، فتوقعوا المزيد. اوكي انا بولع الكبريت، خليني اولع الكبريت على اساس صار مكان ترى مظلم ما اشوف شيء. هذا وش؟ هذا سفينة. كذا شكل السفينة يعني، ولا ايش هذا؟ ايوه لا سفينة، هذه السفينة طلعت كبيرة يا اخي ما صغيرة. اوكي نحن في اي طابق؟ زين بشيل هذا، وش مكتوب؟ خليني اضغط تي. اي في اي اف تي جيت لوك نمبر 6، لوك نمبر 6. اوكي أنا ما فهمت وش قصدهم بالاي اي اف تي وليش مكتوب ذاك، ولكن راح نكتشف ان شاء الله، راح نكتشف لما يطلع لنا ذاك الجني. نشي هذا مثل ما قرينا هذا. Our vessel has been struck by a German torpedo as of 23:45 minutes. زين ما علينا، هذول الجيرمان ما اعرف مو مسوين في هذه السفينة، يمكن احتلوا اتوقع. اوكي خلنا افتح هذا ايوه افتح. وش اسوي؟ لحظة يا اخوان،
هناك مكتوب كان رقم 6 لا يبقى لي 6 ايوه very nice we did it خلونا نكمل نفتح هذا الباب مسكر هذا الباب الثاني اموره طيبه اوكي هذا شكل غرفته هو يا اخي اتوقع نضغط تي iron road case unknown cavalry soldier fun quintessence with 4.9 iron and road planted through brain patient was transported to the nearest depart to England within 12 hours of discovery. هذا السالفة إن في واحد تمرضغ أوكي يا أخوان تمرضغ ودي مستشفى والحين قاس يتعالج يعني. ما شاء الله صار صراحة واضح يا أخي. فول إيش يقول؟ He left me. Okay. What happened? وش اللي صار؟ أنا حي أنا بعدني حي لا تقتلني أرجوك باغي يقتلني الأخ أنا حي زين. تكلم زين غير المايك لا غير المايك أنا ما بديت ما أفهم وش يقول بديت ما أفهم يا أخوان وش قاس يقول هذا أوكي 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 سكر في شكلي يا أخوي قال روح تفضل اطلع من برا قال ما غير لا مايك ولا شيء فتحوا هذا الباب كان مسكر فتحوا هذا الغرفة انزين الغرفة شو كيف صغيرة اها شيء مفتاح لك السالفة طلعنا شيء مفتاح ما مشكلة خذينا المفتاح انزين هذا المفتاح لأي غرفة لأي غرفة بدينا هذا بدي يتنافض ترى بدي يتنافض اخوي يا اخوان بدي يتنافض ترى لحظة هدي ايوه هدي تو كراوتش يقول لك تضغط هذا اسمه كنترول تو كراوتش سالفه فيها كراوتشنج يعني سالفه فيها مسمه راح نواجه حدنا قدام زين هذا الخريطه يقول لك الخريطه كذا يعني لازم تسوي ذا الحركه يعني الحركه انك اسمه ذاك يعني كراوتشنج اوكي انا ما فهمت الخريطه لكن بحاول اسوي كراوتشنج شوف هو ذا الكراوتشنج يا اخوان كذاك كانك ولد صغير كراوتشنج انزين وين روح يا اخي انا ما فهمت احنا خطفنا على تقريبا الاسم هذا الفلور كامل يعني احنا جينا هنا طبعا وسمعنا ذاك اللي مايك ماله خربان فاتوقع وين نروح اتوقع حلال نروح للصوب انا ما عندي اسمه ما عندي كبريت انا ما اشوف شيء ترى ما عندي كبريت فشباب اذا ما تشوف شيء خبروني على اساس اسمه ارفع من البرايتنس حلو انا ليش قسم شيء كذا قم هذا لكن لما اسمه لما يحبي يمشي اسرع ترى لاحظت كذا يعني ما اتغتر كذا انا نسيت اني اسافر فيها اتغتر كذا يعني يعني صار فيها شردة خلينا نفتح هذا الباب ما قالنا أكيد بيكون ما مفتوح أنا ما فهمت وين أروح يا أخي هنا كانت بداية اللعبة زين هنا كانت بداية اللعبة فهل أنا أتوقع لازم نطلع من هذا المكان هنا اللي اسمه ما أتوقع هنا يا أخي لحظة شيء باب هنا ما فتحناه لكن مسكر طبعا بيكون اكيد بيكون مسكر اتوقع نحن في شيء ما شفناه في شيء ما حصلناه يعني لكن بنقرب نروح هذا الصوب مره ثانيه خلونا نروح هذا الصوب نشوف اكيد ما في شيء هذا الصوب هنا ما في شيء هنا مسكر وين يا اخي هذاك الخريطه اتوقع كان يوضح لك المكان كيف تتحرك انت هذا الخريطة You test routes for early emergency only use B routes B اوكي انا وين الحين انا ويني انا في ال B انا في ال A
ولا وين؟ تم مكتوب انك في بي، يعني لازم تروح مكان البي. انزين، وهذا المكان البي انا ما عرفت وينه يا اخي. اتوقع يمكن نروح قدام هنا، يمكن نروح لحظه اشوف الغرفه. لا ما هذا الغرفه، هذا الغرفه ما فيها شيء. ما هذا الغرفه اتوقع، لحظه اشوف الغرفه. اوكي هذا الغرفه، هذا اللي اسمه الخريطه يوضح لك. لحظه اه اوكي 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 لحظه ايوه هنا. انا ما عندي كبريت يا اخوان، انا ما اشوف شيء والله. انا وين قاعد اروح والله ما اشوف شيء. انا ما اعرف كيف اشوف، كيف بروح يعني، كيف بتحرك انا ما عندي كبريت. بس هم معاي انتو، كيف انا بشوفته؟ انا ما كيف طلعت، لكن مش طلعت ما الحظ. انزين وش مكتبنا؟ access door under repair. حلو، يقول لك تحت الصيانة، تحت الصيانة هذا الباب، فأكيد ماشي غير هنا صح؟ لا يا اخواني وين اروح عقب؟ stairs to. انزين تو مسمه هذا الباب مسكر يا اخوان. انا كنت هناك شفتوا، كان كنت هناك في الغرفة، فالمفروض يعني مسمه المفروض ان هذا الباب يتفتح، ولكن ما يتفتح. انا ما اعرف ايش اسوي يا اخي. access door under repair, do not run into door. do not run. انا ما قريت اخر شيء وش مكتوب يا اخي، بعدين بعد فهمت على اساس انه كذا قاعد تركض بالقوه. انزل، كيف بغى انزل؟ انا قاعد انزل كك. وش صار؟ انا ما مت صح؟ ما اتوقع اني مت، لا ما مت. انزين طيب، هنا اذا بغيت تروح فوق ترجع نفس المكان، وهنا منطقه جديده، منطقه جديده قصدي مسمى طابق ثاني. هذا ما لعبت مراحل اخوي. انزين نزلنا هنا، شكل هنا المكاين، هنا ماكينه المسمى ذا السفينه. انزين انا احس يا اخوان ترى بيطلع لنا شيء قريب يا اخي، انا احس بيطلع لنا شيء ما اعرف ليش احس كذا. سمعتوا الصوت؟ قلت لكم يا اخوان بدينا سوالف، بدينا. اوه هذاك الباب كان مكتوب انه يحتاج له اسمه مفتاح. زين حصلنا كبريت، زين انا كان ما عندنا كبريت ابدا. هذا كبريت يعني ما بستخدمه كذا. اتوقع وراي يا اخوان، اتوقع وراي لان الصوت قاعد من ورا ترى. اتوقع راح، اتوقع راح. اخاف الف يطلع لي يا اخي. نتحرك، نتحرك احسن. لحظه لحظه انا والله انا خصف عميتها. الحين بيجيني. اوكي وي ليفت اور انزين. تكلم 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 وانت مايك مالك ما شاء الله يعني. Every bloody لا 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 انت تتعذب لوحدكم، انا ما اتعذب معك اخي. خلوني في حالي، لا تدخلني، لا تدخلني في سالفتك. انزين بلادي وحدك.
واحد حق بلادي. شي مفتاح هنا والله. تعال مفتاح مالك الغرفة. ذاك قلت لكم قبل شوي انه في غرفة كان. اتوقع مالك الغرفة. ترى ماشي غير هذا كل الغرفة يعني. هو في هذا الباب ولكن ما يتفتح. لكن ذيك الساعة ترى كان في صوت. حد قاعد هنا. ما احسن ما نطلع كذا بس كذا يعني نطلع. سكروا الباب اخواني. مسكر. حد والله العظيم حد 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 ما عارف موجود برا ولا داخل ما اعرف لكن في حد ما اعرف يا اخي اتحرك ولا كيف اقرب تفتح الباب خلنا نولع الكبريت اتوقع غاية الكبريت انزين اسكيوز مي ترى هذا الباب انا طلعت من هناك الصوبة نفس هذا الغرفة هذا الغرفة اللي اقول لكم انه لازم يعني حصلنا مفتاح لكن حس انه اوكي تروح فوق اوكي بنروح فوق انزين قسم بالله ذاك الغرفة اللي قدامي انا اقول لكم انه في حد انا ما شفت شيء ولا انا ما شفت مقطع عن هذا اللعبة لكن احس انا واقف اتكلم تعرف ليش اتكلم لانه خيفان خيفان مش بعد هنا ما في شيء انا يعجبني اروح مكان اللي ما شليت لا حسن خلونا نروح قدام نروح عند ذاك الباب لكن احس يا اخي احساسي قوي يقول ان هنا بيطلع لنا شيء تو قدام ما اعرف ليش انا بحاول اركز زياده حل النزقه ليت خربان هذا دليل ان ذاك السعلوك بيطلع لي قدامته خليني افتح هذا الباب سمعت صوت والله العظيم سمعت صوت في باب هنا انا فتح الباب لحظه شوي انا بقي وين بقي يا اخوي هذا ويش انا وش فتحت هذا ويش انا ويش قاعد اضغط وش هذا بويلر رومز جنريترز اوكي اذا شفنا فتحت هذا والحين لازم افتح اظني لحظة اوكي فتحت هذا لا ايوه فتحت هذا باقي واحد alright فتحت كله انزين انا ما اعرف انا احس بيطلع اخ هذا زبالة مكان خايس انا قدام والقهر لازم تروح هناك تو ماش غير اسمه اولع الكبريت ونتوكل اخوي قتلكم يا شباب والله قتلكم الرجاء لا تطلع لي صوت ذاك اللي ما في جريز اسمعه قاعد من ورا كك اسمع من ورا يطلع صوت مال هذاك ما مسوي جريز افتح كبريت يعني ولع كبريت هلا هذا باب اسمه اللوك بالصوب الثاني كأني شفت شيء انا قدام انا اقول لكم صدقوني هلا والله Which this way to Steren تفضل كان يقولوا لي تفضل اخوي هنا العلوم يا ساتر ولحد الحين يعني
انا يا اخي خسرت اسمه ذا كبريت، ما عندي كبريت ومكان مظلم. هذا ما ندق هنا لان حصه طويله. هذا الشخصيه حصه طويله يعني. بال انت وزانة ما اخذها، اروح ما اخذها، اتحرك ما يخلوك تروح هيك الصوب. يمكن اسكر هذا. ما يصير اكيد لا. انا جيت من هناك صح؟ انا جيت من هناك. عقب وين بروحته؟ يا الله، انت ماشي طريق ثاني غير هذا الطريق يعني اللي فيه هذا الغاز. هل لازم تسكره ولا ايش نسوي فيه هذا؟ كذا لا ما كذا، انا غبي. هذا I'm stupid. انزين شباب، يعني ارجوكم يعني خلوا هذا الفيديو يكون كذاك بسيط وحلو من دون اسقاط. اوكي هنا مسكر فماشي غير هنا يعني. This way to stern وحدك يا زبالة. انزين انا بمشي سيدة. اوكي بمشي سيدة، هنا مسكر فماشي سيدة. يا اخوي هذه اللعبة تعرفوا ايش مشكلته؟ انه ما يعطوك اسمه. بخيلين جدا في الكبريت. زين وش اسوي انا؟ مكتوب ايش؟ This way. اوكي انا جيت هنا يعني. اوكي هنا يا زبالة. بسبت ما عندي كبريت، كيف تريدوني اشوف؟ سمعت صوت اللي ما فيه اسمه جريز. خليني اقرب هذا، ما اعرف ليش اروح انا، قلت اقرب يمكن في شيء. يا اخوان انا احس ان الامور ما طيبة ابدا. هذا هو الغاز الخربان هذا. انا بروح فوق انت، كان ناس يقولوا لك يعني لازم تروح فوق. شوفوا شباب، شوفوا تحت اسمه ذاك. السفينة بدأت تغرق، لازم اتحرك بسرعة. انا وين اروح؟ انا ما اشوف، ما عندي اللي اسمه كبريت، ما اقدر اشوف وش اسوي. انا بموت يا اخوان، انا بموت. هل لا ما قاسي تعبى بعد؟ انا وش اسوي؟ ما فهمت. لا ما اتوقع قاسي تعبى، انا مخرف. فانا وين اروح يعني؟ ما فهمت. اذا رحت تحت بموت صح؟ لحظة انا ما فهمت يا اخوي، وين اروح؟ هذا خلاص. اوكي اتوقع تحت، ماشي غير هنا، ماشي غير تحت اكيد يعني. فاتوقع هنا المكان بيكون من هنا يمكن. خي يطلع لنا شيء من تحت الماي هذا. انا اتوقع ان مسمه بنتحر، بموت. هنا اقول لك في شيء. لحظة اي هذا غرق، كان بيغرق. لحظة هذا اللعبة مشكل يا اخوان، هذا اللعبة مشكل ترى. انا ما اعرف وين اروح يا قاس، اروح بس. اوكي يا جماعة حصلنا المكان، حصلنا. المفروض ان نركب ذا الدرج.
انزين المفروض نركب هذا الدرج، فالطريق اكيد راح يكون من هذا المكان. وعم الهدوء فاتوقع حلو. انت زبالة. انزين ما عجبني هذا الهدوء، انا ما عجبني، احس بيطلع لي شيء، احس بيطلع لي شيء يا اخي. ولا لا والغم مكان ظلام وانا ما عندي كبريت. ايش هذا انا قبل شو حبيبي احبي احبي لو تقدر تحبي. قالوا لي ما عندك كبريت، حنولع لك الشمع. اوكي هذا مال من ابرودي هيلمت وذ هولز اون بوث سايدز. هذا شكله لافه شي من هيد شوت اخوي، شكله لافه هيد شوت اخوي. هذا مات هنا انزين، هذا مسكين مات. اوكي حد قاس يدق الباب، يدق الباب، يدق الباب بطريقة غريبة جدا. هذا ويش ويش مكتوب؟ لحظة لحظة، انتو غطيتوا على الكلام. Your has saved me one more man. وش بعدين؟ ماذا يا اخي؟ ما قد اقرا يا اخوان، انا ما فهمت وين نروح. هل نروح هنا ولا وين؟ انا اتوقع ما في شيء. شفت الهيكل العظمي؟ اوكي سمعنا صوت يا اخي، سمعت صوتي يا زبالة. لا 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 يا اخوان، انا راح انهي هذا الفيديو في هذا المكان. اضغطوا لايك والشير واكتبوا لي في التعليقات اذا كنتوا حابين اكمل هذا اللعبة. كان معكم عادل من قناة انفينيت جيمنج، ملتقانا في فيديو القادم. سلام.